إذا كان المستند يحتوي على رسوم توضيحية أو صور أو مخططات أو كائنات أخرى، فإنه يمكن ترتيبها من حيث الموضع وطريقة التفاف النص حولها ومحاذاتها في صفحة المستند وغيرها، وذلك من خلال تحديد الكائن أو مجموعة الكائنات المطلوبة، ثم النقر على علامة تبويب تنسيق الخاصة بالكائن، حيث تظهر هذه الخيارات ضمن مجموعة ترتيب ومجموعة الحجم. يمكن النقر على الخيار مباشرة أو النقر على السهم الجانبي لعرض المزيد منها. فمثلاً من خلال خيار الموضع يمكن التحكم بموضع الكائن بالنسبة لصفحة المستند من الناحية الأفقية أو العمودية. أما خيار التفاف النص فيمكن من خلاله تحديد طريقة التفاف النص حول الكائن، هل سيكون مثلاً على جوانب الكائن أو أمام الكائن أو خلفه، وما هي المسافة بين النص والكائن. ومن خلال الحجم يمكن ضبط حجم الكائن من حيث العرض والارتفاع والاستدارة وغيرها.